زياد تخفف الألم، ترفع الروح المعنوية عند المرضى، والسعي نحو الأخذ بأيديهم إلى الشفاء. مهنة الرحمة مهنة البذل والعطاء. نزورهم اليوم بمناسبة عيد العمال في مشفى الأسد الجامعي لنسمع منهم كلمات تعبر لنا عن هذه المهنة النبيلة. يا ملائكة الرحمة يا قلوب هالرحمة. نحن عنا التزام بالمريض، يعني طول ما هو موجود عنا فهو بأمانتنا. المريض وقت اللي بيكون على الجلسة نحن لازم نراقبه مدار الجلسة، يعني بيستمر جلسته 4 ساعات، فنحن لازم نراقب ضغط، لازم نراقب نبض، يعني أي شيء بيصير للمريض فنحن مسؤولين عنه. ممكن يتعب عنا مريض فلازم نكون جاهزين نحن لحتى ننقذه. يعني أحيانا بتكون حالة صعبة بتستدعي إن الواحد يشتغل. نحن هون صار لنا 20 سنة، أنا بالنسبة لي صار لي 20 سنة، وأول فترة كنا نتلبك مثلا مريض بيتعب إنه هيك، هلا صار عنا خبرة، يعني إسعافات أولية، اي شيء ممكن نساعده للمريض ضمن يعني اختصاصنا، عرفتي كيف؟ وشغله يعني فجاه ما فيني اقول لك شو بصير مثلا مع المريض، بس يعني بشكل عام صار عندنا خبره يعني بحكم المده، يعني 20 سنه. انا صار لي 20 سنه. الحمد لله انا بحبها، يعني بجزء بالاول ما كنت حبها بس بعدين صرت حبها شوي شوي، وعم هلا صارت جزء مننا. بحبها اول شيء سبب اختياري، بعدين ايه يعني بعد ما تعرفنا اكثر وانغرسنا فيها تعلقنا فيها وصلنا نعطي اكثر، عرفت شلون؟ لانه فيها شغلات هيك بتكتشفيها اثناء ممارستك للمهنه، بتحسي انه في شغلات بتتجدد معك، بتحبي شغلتك بتحبي مهنتك اكثر واكثر. ولا تنسي انه بيصير كمان مهنتنا معظمها 90% هي انسانيه، طبيعه عملنا هي مهنه انسانيه، هي بالدرجه الاولى. ثاني شيء الواحد يعني بده يحط بعين الاعتبار انه هون بالمشفى ممكن يكون لا سمح الله الواحد حدا من اهله، ف يعني بده يتعامل مع الناس بطبيعه، يعني بدي اقول لك انه يعني كانه اي حدا من اهله هون بده يتعامل معه بنفس الطريقه، بنفس اللهفه، بنفس التمني له مثلا بالشفاء، بالاجتهاد الشغل، يعني الواحد انه تامني له كل طلباته وكل مستلزماته بهن هيك، يعني بهالطريقه هي. مريض من زمان زرع الكبد، كان طفل عمره 11 سنة، فتم عنا شي شهرين فتعودنا عليه وتعود علينا، هو ترك هيك أثر فينا تم نتذكره.